السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه يعني سلام يا دمانتي بس حاطين شرفت له في يوتيوب شانل. يوتيوب شانل كان قد عاوني سامان نعمة شنو ما في شيء على ولا شيء نعمة شنو هذه لا مركلة شنو ضايع نوم ولا أنا هذه أنا قاعد سبت هاي سبسكرايب هذا هو رأيي لجوكتي لايك كومنت and share اسحبت هذا اللي وذاك كومنت قاعد هوسي بسقر رأيي قاعد وايد مهم بكاوس أخي قاعد يكاد مكملال كأي كجرا بحنا قاعد نوصح بحنا بس أقول لهم نسيت الفكرة هذه أربعة النهاي ما شاء الله تبارك الله سودوين هو حق يجا لرجلتنا وحقينا إيه سودو هذا اسحبت هذا أرين يا بار معاونا كحلو ما شاء الله تبارك الله يا بار ولا لا يا إلسو وذاكتي بحنا تري إيه جارسي تذكيك شرفت له أنا وين عايزين سو بديو لكن ما هارين وفرح سماها أتقانا سببتا قبله سوماليا بحلق سو التالي عوشا وحا أم ليسا إني كلسو ندي آذ بيرتها وحي كعبانا يان أفري لا تنكسع نين نلشو ذي وحي كحران وقفل النقضي نين لا أنت سيناني وحب نقولين بلا ميزين أنا ناري ما اسمي جعلي رونتي وحن نبقى قفك بلا آدم كرم إيا قيم إيا شرف إيا عسي إيا أود إن إلهي قلي مهم نأيتهاي إنو آمن نفتيسا أود ديسا أوربسي إيا عقلي أوربسي إيا وحكو دحجر إيه بذيسا أهنا وإستعماله لكن هذا قف كنا قف عد وكتير سن هذه جرى له بل أن كل جيس بحن كرين لب كذا يلا هاي مرك أن نفت هذا آمن تو وح والبويكو هذا جيا أنا تاسكو هو إسكو كلسون نبوان هدي يعني نو قد قال ولا شيء أرين كي شو قد بيس إنستغرام كي يقول شو قد أكتب وحنا يقعد تتين هذه شو قد بيو حتى لو عليه سومالي إيه جالسي لما أنتوا سوماليا لأن ما أحكي كرتوما مالين يا فرينتن لكن أنتي أي جاد كل يانوان سوقي لنا يا هالكاس بها أي بعد ستي أنت إذا هيدي بقول جوابين أنا بقول جوابي هذانا فكر كي جوا كدي لنا يا بكاسو عن شعلها قفكو إنه كل شيء استعنا نكرو عن شعلها قفكو إنه سكوك السوين يا عن شعلها قفكو إنه قفك ما عم نكرو هسه أنا نسمعه قفك الدنيا أقول شعلها مركان وايو إنك مار بكرة وان كلي إنه لان كرة واي سقى قرتيبان وين شرو وين شو بإنتان برانين لكل من شعلانين بدنا هاي وقف كندري من that's why بند بدينا إنه لان كرة يا of course سبحان الله واي قبله كرسوني ذوق المنتج واي قف هدو كتجا إن الدنيا دي يا آخر هذي لبلي بكتجا إن آخر نجاني ما تجيسو الدنيا كنا مارك تعقاب كنا لان يسو وما ليس حان ولا شيء هذا كذا بقولي أنت أسبانية ما يصير جواب كر أي لونه وحاجة بده كل شيء وحاجة إنه بده كل دهنا فرينتي ولا شيء واحد تروح عن قرص هذا ويل وحانو ده هال ويل ما كي ويل كي يجرى أي تري مدة تدوب بالوضع أيو كبر كلا برتاي كده بنوا وجعل هذا aniga oo haastiisii wax guri ku sugaaya isla markaana jacayl fara badan u haya oo reernimo qorsheystay kuna tala jiray in aan nolosha la dhammaysto weligeen ayuu ii yimid galab galbaha ka mid ah wuxuuna ii sheegay in noloshiisa ay qof kale ku jirto waa aan isku naxay bay tiri heer waxaan la gaaray aan dhaho qab naagta kale anigana i qab laakiin furniin ma jecli ee hay furin wiilkii i qabay wuxuu ii sheegay in ayna gabadha kale ogolaan doonin wax kelii ka hortaagan inuu iyada guursadana ay tahay inuu aniga horta i furo waan ku ooyay laakiin ima uusan dareemin igama yeelin macni kadib waxaa dhacay kala tag bal anigu aan raalli ku ahayn
وان حنون صدي دبريشن هي يقول دعي حلو جينا وعليك قاطي وهي مسؤولية دي سايان قبل وقتي اللي يقول لهم وحن قوقعنا نجري أوهن عنتنا مع نعوني جرن تاس وحي قصبتي إنا عسبتان قلو عنو جينا إيه هيستان دادك عرورها قاطي مدة سجال بلاد أيان جرى ناويل كي جانا ذك لا يوجع عن تو ذك جري مركي عن لدنا هذي عارف ما تكي جي صور ما بتي قال هذا أول بوحي أجايين إن أنا هين هو يحن بل سحنون يقول عاي مركي أي أركان عارف ما تكي جي إنه في عيني هاي ناويل كي جي ويسيين أستجا معلتي أيان وجودن بيسي كبدو أو برتين وطن كلا هي ذجنيد كدب حاجة هذا يقوى ريجي ما أجين عنو جيجين لقاتي اسبتال إن عنجلي هي واحدة أيضا رير أيو اسكدا قنية مدسة دحسنا عن مركي اللي جوجي مركي عن جوجي أيان ننكلا اسبرنا كدب حانكو يشيني بور واقم بور سدي هذا وحان لاي هاي أور wiilki dambe oo guursadeena sidii oo kale ayuu ii sheegay in uu rabo inaan kala tagno hataa intaan dhamaayo ilama sugin wuxuuna ii sheegay bay tiri inaan wiilal dhalinyaro ah uu la degi doono isla haddana uu iga guuraayo maxaa iga tegaysaa maxaan qabaa maxaan kugu sameeyey maxaa igu nacday iyo su-aalo kaloo badan markii aan weydiiyey wuxuu idhahay hadalka yarayso saas ayaan go-aansaday buuq dabadiina wuxuuba iida dejiyey dalqad hadda si aan yeelo ma aqaano ayay tiri gabadhii walaashiin ahayd waxaan ku fikiraa inaan nafta iska qaado haddana waxaa isdhahaa aakhira waxba kaagama horeeyaan adoo adduunka dhibtooda miya aakhirana cadaab gelaysaa haddana isma celin karo boqol jeer ayaan ku fikiraa waxyaabo kala duwan noloshayda saas ayay ugu dhammaatay istaqfurlaanaadiin noloshaama ma dhammaanin ila soo taliya tala idinkaa idin karabaa tala ilaahay baa leh laakiin aniga aqligaygii mar hore ayaan jawaabay walaashii raali ha iga ahaato qof xun ma ihi naxariis daray ma heeso you know dhibka hayana lama dareemi lihi bal isku kalsoonida iyo adkaysiga labadaba guulo muhiima ay dhaliyaan oo la taaban karo especially gabdhaha soomaaliyeed ragga way u nugul yihiin nin baa ka tegaya nolosheeda inaa baaba-eyso waa waxa keliya oon ka yaabannahay waay laba saddex afar shan midda kale maxaa adiga isu kaa muujin waaye awoodaadii aqligaadii garashadaadii kartidaadii waxaas o dhan maxaa kaa qariyey waayo ilaahay basharka oo dhan wuxuu siiyey qiyam iyo sharaf iyo karam buu siiyey walaqad karamnaa bani aadam buu yiri rabbi subxaanahu watacaala mausan dhihin walaqad karamnaa rijaalan lama dhihin oo nisaa lama dhihin haweenka ma aana karaamayn bani aadam oo dhan ilmo aadan iyo xaawo oo dhan ayagoon lakala soocin gaal iyo muslim ayaa ilaahay wuxuu yidhi waan karaamaynay yaa see loo karaameeyey xayawaankii baa laga duwey iyo wax kasta oo kaluu ilaahay abuuray waxay haystaan darajada ugu sarreysa darajat ulaclaa aqliga ninka la siiyey waa lagu siiyey awoodda iyo kartida way kugu jirtaa
هيبو كو غار هيا لدى او اتكالا ايسا بولا وداعين الهي وحو اوودي انو انتاسو امدا كلا دودوها اقفل بهيبو او غار اوسيا اقف نقف كلا اوسان لانو عهين ولا شي قاليي هيبا دادي يقي محاجي يا اوود دادي محا اولو من ايسا قف درتيس او هير انا نفتاد او ديشت كو مبوغا وحا اي شاكتاي او نوبة شاكتاي ninkii kan ka horeeyay inuu reer iska dhaqanaayay marka adiga depression ku dhacay maxay kugu noqon wayd tusaale taas maxaa wax uga baran wayd nolosha wuxuu noqday reer xas bu yeeshay gabadh bu guursaday meel bu iska degay ilmihiisa la qaatana muusan ogeyn adiga xan kugu dhacayna muusan ogeyn waxa laaliyay marxaladaha aan maraysid wax kamid ahna mu ogeyn hukeers dibaatadaada hadhow ninkan hadda ku yiri waa iska tagayaan ما كير جرينا يا دب كانوا نسوه كفر حياة مرقو دب وقدهو إلى وابع عدو جاز ووقف كسر ضوء بان كان دقاق محم حكوية حريص تكو جرت محتى كره دنيس ما لين تأوبا عن تقف كاتري وح اسكتي هم ليش هي كرتا يرحم ده كره دنيس سمعتين إن هو أيدنا ما استاهلو إن هو أيدنا ما استاهلو بل وح استاهلا إن قيمة هاجي شرفت هذا أنت موجسد أوقفني ما هذا موجسد أو هي ihmilay yeelatid oo ahibooyinkaaga la soo baxdid inaad meel iska soo saartid labadaada cunug iyo adiga qurux badan inuu idin arko maasha allah tabaarakallaa laakiin ma aha inuu kugu wiirsada cadawgu adoo ka hooseeya adoo ka liita adoo dhibaataysan adoo ma aragtay u jabay inuu ku arko maaha wallahi waa iga talo waa iga waana walaalnimo waa iga waaya aragnimo waa nin fanaan oo ahmed sakil dad ayaa soo qaaday waxa ay ahayd qofna anigu uma jabo guushana jaleelkiyo rabbay guchihay kara ruuhi jaray midani bajeedi anna chaanis uma helo hawasas ha u nuglaanin ha u jilcin ha u jixin jixin wax naqo weliba adigu sidaadii sheegtay ilmihiisa caanihiisana kama rabtid dhakhtarkaa ku umulaysid lacagtiisana kama rabtid yurubbaad joogtaa scandinaviaad joogtaa meel caruurta lagu dhaqaaleeyo oo lagu tixgeliyaad joogtaa hooyadu aysan ka warwarayn cunugeedu wuxuu cuni lahaa wuxuu cabi lahaa iyo halkuu gooyin lahaa inta haddii lagaa kafaalo qaatay marka aad bilaa shaqada tahay inta kalena u shaqayso labadaadi ciyaala hadeer marka ku rarada labadaad intaa daagiska ku tuurtid kaal caloosh ku sididna uu sanad ku gaaro kana waaba ninkaas haddaba kuu aada maxaa ku raadaaya daagiska labadaba intaa daagiska geysid baad shaqo tagaysaa afarta galabnimo markaas hore wax bal aadir ciyaalkaagii soo maraysaa idoo friitiidkiina lagu hayo maasha allah tabaarakallah nimca ka weyno ilaahay ku siin lahaa ma jirto subxaanallah qof lama baryaysid cunugaagii inuu ilaaliyo bal meel loogu talagalo lagu xanaanaynayo lagu ilaalinayo dhibka iyo sas looga koolkoolinayo oo dadku mushahar qaataan baad geynaysaa markaa timaadidna gurigaagaad keensansa intaad u meydhido dhargisid baad la seexaansa subaxii nabaad qaadaysaa hataad shaqo la-aan tahayo ay shaqadu adkaatay inaad heshid dowlad baa ku caawinaysa ku siinaysa wuxuu cunay wuxuu cabay waxaad u xudhaysay halkuu hoyanayo aabo uma weydiinaysid ma fahmaysaa nimcaad ku jirtaa sadaqa la bax ilaahay bari qur-aan akhriso aayatul kursi guriga ku shid yaasiin ku shid yaa suuratul baqara oo dhan ku shid maasha allah tabaarakallah meel loo noqdo iyo marjac loo laabto marka arrimuhu adkaadaan oo ilaahay ka weyn ma jirto ilaahay waa caawiyaha subxaanahu watacaalaa yaa kaashif albala weeyaan ilaahay wuu kaa dulqaadayaa subxaana allah kan u noqo tala kalena kuuma hayo dadkana waan kuu gaadhsiiya wa kula soo talin doonaan laakiin gabdhaheena jileeca ayaan ka waaninayaa iyo ragga dabacalaacalka musxafka kaas u laabo marjac kan ka weyn subxaanallah wallaahi inuusan jirin kaas ku noqo ilaahay hor fadhiisa bari qur-aanka akhri yaa jirkaaga mari ilmahaaga mari laha quluubtayda iiga reebdhe bashar yaroo shalay bartay buu ahaa muxuu yahay hooyadaa maaha aabaha maaha dad baa masiibooyin ku dhacaan nin baa isku dilayaa sun inaa cabaan ku fikiray maadaamoo laba nin iga tagtay allahu akbar k
taagi ma aha weli ama ilaahay nicmooyinku ku siiya kala eeg wa intacuddu nicmat allaha laa taxsuuha kow laba saddex afar daad raadi nicmooyinka ilaahay ku siiyay masoo koobi karaysa dalaashe yaa waay mid qaala nicmooyinka ilaahay ku siiya caafimaadka fiir awlaadda fiir gabdhaan waxba dhalin ninka dunida ugu qaalisan nahaysto kun dhakhtar oo kale noocan u ogeeya balse ilaahay uusan ubad ka siin ninka dadka ugu xumaa buu ilaahay dadkaa siiyay ku shukri karso cunugaaga isagaa ku kaafinaayo isagaa hiil kuu noqonaayo magacyo qurux badan ula bax nicmadkayga ciltiraa la yidhaahdaa maasha allah tabaarakallah awal kheyr baa la yidhaahdaa kheyrka bilowgiisii maasha allah marka isa soo kab oo isa soo tiiri iyagana waxay kusoo oranayaan iyagay maaragtahay la jirtaa laakiin aniga intaasaan kugula talinayaa waxaan idin leeyahay dhammaantiin kheyr baa idiin rajaynayaa walaashay lasoo taliya waa iga fikir duwanaan kartaan maasha allah tabaarakallah aad baa idinkaga mahadcelinayaa daawashadiinna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.